ويتابع الأتراك بقلق الأخذ والرد المتواصل بين ساسة بلادهم وموسكو. مراسلنا في تركيا عدنان الظاهر استقى بعضا من ردود الفعل في الشارع التركي. لا تزال تداعيات إسقاط المقاتلة الروسية تتفاعل مع الرأي العام التركي بمختلف توجهاته السياسية وانتماءاته الإيديولوجية. توافق شبه تام يبديه رجل الشارع هنا مع الموقف الرسمي حيال الأزمة مع روسيا، ولا سيما ما تعلق برفض تقديم الاعتذار لموسكو. أدعم موقف بلدنا في رفضها تقديم الاعتذار. سيادتنا الوطنية انتهكت والجيش التركي قام بما يتوجب عليه. روسيا هي التي يتوجب عليها أن تعتذر لنا، وإذا كانوا يهددون بقطع إمدادات الغاز عنا فنحن مستعدون أن نتدفأ بالفحم. موقف الشارع التركي هذا يأتي في ظل تنامي الشعور القومي لدى الأتراك على إثر ما يصفونه بالتهديدات الأمنية التي تتعرض لها بلادهم داخليا وخارجيا. تهديدات دفعت بالساسة الأتراك إلى التأكيد على أن الأمن القومي للبلاد خط أحمر لا يمكن تجاوزه.